ومن اسطوره ومن رمز كبير جدا الكابتن محمود الخطيب. نروح بقى لصراعات فكره كره القدم والبعض زي ما استعرضنا في البدايه بنتكلم عن منتخب مصر والمنتخب الاولمبي و19 لاعب من القايمه في المنتخبين. البعض ما زال شايف ان النادي الاهلي عنده قايمه لاعبين اقل من انديه اخرى، ولكن ده بيتقال فقط لا غير على الورق وامام الشاشات. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع لكم. يعني انت بتتكلم على فريق هو بيضم الافضل لعيبه في مصر على الاطلاق من وجهه نظري، واذا انت متمسك بالزمالك بيضم افضل احسن من الاهلي طبعا. الاهلي يتفوق الا في مركزين بس يعني الشناوي، وحتى يعني مش مؤثره جدا ان ابو جبل قريب، لكن ومعلول غير كده كل المراكز. ابو جبل احتياطي، ابو جبل مش بيلعب، جنش اللي بيلعب اساسي. لا دي قصه ثانيه يعني نتكلم فيها بعدين. لكن ومعلول غير كده لما تيجي نتكلم في كل المراكز هتلاقي الزمالك يتفوق يعني. الزمالك بشكل هجومي من نص الملعب للهجوم ده ما فيش مقارنه اصلا. لسه في ناس بتيجي بالباك جراوند او بالخلفيه اللي كانت بتعمل من خلالها وبانتماءاتها وبميولها وبتبعد عن كل ما هو منطقي وبتحاول التقليل من شأن فريق هو البطل في افريقيا هو الثالث على العالم، بتحاول تقلل من قيمه فارس لاعبين اثبتوا بالفعل ان هم الافضل محليا وافريقيا وحتى على المستوى العالمي، خدوا برونزيه كاس العالم للانديه. ولسه بعض الناس ورغم الازمات شايفين ان النادي الاهلي لا يحتوي على قائمة لاعبين هم الأقوى. ده ربع ثقته يا رب، ربع ثقته هو بيقول ما فيش مقارنة. أنا نفسي ربع ثقته دي بس في الحياة. شيء صعب جدا يعني. إيه معاييرك؟ الموضوع يا جماعة مش إن أنا أطلع قدام شاشة وأضرب أي كلام. القصة لو إحنا بناخد بمعايير فنية الفريق ده محقق الثلاثية، لو بناخد بقيمة تسويقية، لو هتقول لي آه القيمة التسويقية أعلى، أنا بتكلم عن اللعيب دول الفاليو بتاعهم أعلى بس ما حققوش نتائج، تمام. هنا في مشكله في تحقيق النتائج، بس حتى لو شفنا ترانسفير ماركت هنلاقي النادي الاهلي كقيمه سوقيه اعلى. فالموضوع بقى فكره ايه؟ فكره حاجه نسبيه، اصل اللعيب ده رقص ترقيصتين فهو اعلى عشان اقول لا مقارنه. انا بقى ببقى سعيد بالراي ده، الراي ده مش هياثر على النادي الاهلي حاجه. الراي ده بيتغير، الراي ده ما هو الراي ده بيتغير بس هياثر على فريقه لسبب. ده اللي بيخلي اللاعبين تطلب ارقام مش على قد مستواهم ولا نتائجهم، ده اللي بيخلي اللاعبين يكونوا حاسين ان هم محققين، راضيين ان هم محققين نتائج، ويدخلوا المباريات يخسروا بثلاثيه. ولكن في حد قال اللي احنا بنقوله ده، ان نتاج السياسه دي جه في الفيديو اللي هنشوفه. نسمع عمرو الدرديري قال ايه. انا شايف ان احنا كنا بنضحك على نفسنا فترة طويلة، معلش أنا آسف يعني. قعدنا نقول لعبة الزمالك كواليتي مختلف، لعبة الزمالك مش عارف كويسين، لعبة الزمالك مش عارف إيه، لعبة الزمالك خذلونا في مواقف كتير جدا، لعبة الزمالك الحقيقة يعني عشان الواحد ما يعني يبقى كلام واقعي، لعبة الزمالك ما ظهروش بالشكل اللي المفروض يظهروا عليه، لعبة الأهلي أقل منهم في مستوى في حاجات كتير يعني، لو وزنت الكفتين هتلاقي كفة الزمالك أعلى. ومع هذا لعبة الأهلي كسبوا بطولات، ولا تقول لي معاهم مدرب أو مش معاهم مدرب أو عندهم مشاكل أو مش عندهم مشاكل، لعيبة رجالة كسبوا عملوا نتائج، بيروح يكسب بره أرضه، أنت لاعب في أرضك مش عارف تكسب وتقول لي كواليتي احسن. انا اسف جدا، لا في كواليتي احسن، والكلام المقولات دي اللي انا كنت بقولها انا بعتذر عنها خلاص. مفيش حاجه اسمها كواليتي احسن، في حاجه اسمها نتائج. ما بتعملش نتائج لا مؤاخذه يعني، لا تقول لي كواليتي ولا انا لعيب كبير ولا اخد فلوس اكتر، لا تاخد فلوس اقل، عقودهم تبقى اقل من كده بكتير، كله يتربط بالنتائج لان الكره نتائج في النهايه. انا مش هتحاسب على لاعب كبير اصل لاعب منتخبات اصل كواليتي عالي. انا مش عايز الكلام ده، الكلام ده خلاص ما بقاش ياكل عيش، الكلام ده ما بقاش ياكل عيش. اعتقد ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا. يعني يمكن البعض يحاول يتدارك السياسه دي، وان لم يتداركها فبشوف ان النادي الاهلي مستفيد منها. لا انت ايه ده كان يوم السبت، عندنا حاجة تانية يوم الاثنين. استاذ عمرو الدرديري في لحظات الصراحة النادرة جدا قال انا بعتذر عن كل اللي انا قلته يوم السبت او يوم الجمعة او يوم الخميس اي يوم في الاسبوع، لكن يوم الاثنين الوضع مختلف تماما. نسمع الاستاذ عمرو الدرديري وهو بيتراجع عن اعتذاره وبيشوف برضه غير اللي شايفه في قناة نادي الزمالك. احنا بنقول النهاردة النادي الاهلي يمتلك افضل حارس مرمى في مصر، حضرتك تختلف؟ اه طبعا. جنش حارس مرمى الزمالك، قال محمد الشناوي حارس مرمى مصر. جنش مش كابتن سيد. حضرتك قلت لي المنافسه، حضرتك قلت لي المنافسه ثلاث اربع مرات ما بين الشناوي وابو جبل. صحيح. صح؟ ابو جبل دلوقتي مش موجود. صحيح. تبقى المنافسه مع مين؟ يا فندم برضه ارجع تاني، انا شايف ان الجهاز الفني للمنتخب مصر
تعامل بالقطعه، لان هو خد جنش اللي لعب ماتشين وساب ابو جبل اللي لعب سنه. الاستاذ عمرو الدرديري يوم الاثنين له راي مختلف تماما، وهنا السؤال اللي المفترض نطرحه حضرتك، مين في دول اللي شايف ان لعيبه النادي الاهلي هم الاعلى وبلا كواليتي بلا الكلام اللي انا بقوله وبعتذر، ولا اللي بيرجع تاني يقول ان لعيبه الزمالك هم الاعلى؟ ده سؤال بقى الاستاذ عمرو الدرديري يرد عليه، اللي انا الحقيقه بقيت اعذره تماما في اللي بيطلع منه من تصريحات يوم الاثنين، لان واضح ان تصريحات يوم الاثنين بتوصله لدرجات اعلى. وفي حته ما ينفعش تفوتنا، وبشوف ان الاصرار على الراي الخطا بيوصلك ليها. هو قال ابو جبل افضل، وكان بيقول وفقا لله معايير. لما راح جنش اتخذ المنتخب وهو رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، بينتقد اختيار جنش اللاعب اللي هو من نادي الزمالك والمفروض يدعمه، وبيقول ان الاختيار كان بالقطعه. يعني وصلت ان انت بتنتقد اللاعب في الاختيار وبتقول ان هو مش من حقه عشان خاطر مش قادر تتراجع عن رايك القديم. حاجه صعبه قوي، يعني حاجه صعبه قوي، بتحطوا نفسكم في مواقف بايخه.